السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. الحصة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن عصور ما قبل التاريخ، واتكلمنا عن العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث والعصر النحاسي. هنكمل مع بعض النهاردة درسي وحدة شعب، هنتكلم عن بقية العصور ما قبل التاريخ وهو عصر ما قبل الأسرات. عصر ما قبل الأسرات، في العصر ده هندرس المراحل اللي هيمر بيها الإنسان لحد ما يحقق لي الوحدة. أول فترة أو أول مرحلة مر بيها الإنسان هي عندي نشأة القرى. احنا عارفين ان المصري القديم لما نزل الى وادي النيل وبدأ يبني المسكن بتاعه من الطوب اللبن، بيت جنب بيت جنب بيت جنب بيت، بدأت تكتر البيوت فبدأت تظهر عندي القرية. يبقى بما تفسر لنشأة القرى في مصر، هقول له دي نشأت نتيجة تجمع البيوت مع بعضها. كمان بنلاقي عندي ان كل قرية بدأت تتخذ ليها معبود او اله يعبد، بدأ يبقى فيه تعاون ما بين أهل كل قرية. يجي لنا هنا سؤالي ويقول لي بما تفسر لنشأة القرى، هقوله نشأة القرى من تجمع عدد من البيوت مع بعضها. ونفتكر كده مع بعض، احنا عارفين ان المصر القديم كان باني مسكنه من، هقوله من الطوب اللبن. بعد ما نشأت القرى، قرية جنب قرية جنب قرية جنب قرية، بدأت تظهر حاجة عندي أكبر وهي المدينة. يبقى ليه نشأت عندي المدن؟ هقوله نشأت المدن نتيجة اتساع القرى، كثرة عدد سكانها، فبدأت تظهر عندي المدينة. كل مدينة بدأت تتخذ ليها برضو معبود يعبدوها. كمان عندي بنقول ان لما زادت عدد القرى وبدأت تظهر عندي المدينة، بدأ السكان يحتاجوا، احنا محتاجين نظام يحافظ على حقوقي ويعرفني واجباتي، فبدأوا يختاروا ليهم حاكم من عندهم يبدأ يحكم المدينة. كمان عندي كل مدينة بدأت تبني لها حواليها سور عشان تحميها من الأخطار الخارجية. يجي لنا هنا سؤال ويقول لي بما تفسر ليه عندي ظهرت المدن؟ هقول له ظهرت المدن نتيجة اتساع القرى وكثرة عدد سكانها. يجي لي سؤال ويقول لي أكمل، كان لكل مدينة نقط بيحميها من الأخطار الخارجية. هقول له كان لكل مدينة سور بيحميها من الأخطار الخارجية. كان لكل مدينة قلنا كمان معبود، وكان لكل مدينة حاكم بيحكم المدينة. طب مدينة جنب مدينة جنب قرية، الموضوع بدأ يزيد، فبدأت تظهر عندي حاجة اسمها الأقاليم المستقلة. الأقاليم المستقلة دي شبه دلوقتي كده المحافظة. يبقى بنقول ليه نشأت الأقاليم؟ هقوله لأن زادت عدد القرى وزاد عدد المدن، فبدأت تظهر حاجة أكبر اسمها الأقاليم المستقلة. يجي لنا هنا سؤال ويقول لي بما تفسر لنشأة الأقاليم المستقلة؟ هقوله نشأة الأقاليم بسبب تجمع عدد من القرى والمدن. كل إقليم بدأ يتخذ ليه خمس حاجات. كل إقليم كان لي حاكم بيحكم، كل إقليم بدأ يعبد معبود خاص بيهم، كل إقليم كان لي قلنا حاكم ومعبود، كان لي إيه كمان؟ كان لي جيش، اللي فيه بدأ كل إقليم يكون لي جيش عشان يدافع عن الإقليم ده. كمان كل إقليم كان ليه عاصمة يبدأ منها الحاكم يحكم الإقليم. كل إقليم كان ليه شعار، يعني إيه شعار؟ زي العلم كده. يبقى يقول لي كان لكل إقليم، هقول له كان لكل إقليم معبود، كان لكل إقليم عاصمة وحاكم وجيش بيحمي الإقليم. طيب دلوقتي بقى خلاص مصر بقت مقسمة إلى أقاليم، بقت مصر عبارة عن أقاليم. ما في عندي أقاليم في الوجه البحري في الدلتا، وأقاليم عندي في الوجه الإبلي اللي هي في الصعيد. استطاع واحد من حكام أقاليم الوجه البحري فوق في الشمال إن هو يوحد الأقاليم اللي في الشمال كلها ويسميها مملكة الشمال. يبقى نقول تاني الجزئية دي، مصر كانت عبارة عن أقاليم، في أقاليم في الشمال اسمها أقاليم الوجه البحري، وأقاليم في الجنوب اسمها أقاليم الوجه الإبلي أو الصعيد. واحد من حكام أقاليم الوجه البحري وحد الأقاليم بتاعة الدلتا كلها وعمل مملكة اسمها مملكة الشمال. بعد كده حاكم الإقليم القوي ده قال لأ، أنا مش بس هوحد الشمال بس، ده أنا كمان هوسع الوحدة بتاعتي وأوحد مصر كلها. وفعلا دي كانت الوحدة الأولى لمصر عام 4242 قبل الميلاد. خلاص مصر بقت بلد واحدة، وبدأ بقى حاكم الإقليم يتخذ مدينة أون هوليوبلس اللي هي عندي عين شمس حاليا عاصمة للبلاد، ودي كانت أول عاصمة لمصر الموحدة. يبقى يجي يقول اللي هنا تعتبر مدينة نقط هي أول عاصمة لمصر الموحدة، هقول له مدينة أون هوليوبلس. تحقق
حققت الوحدة الأولى، تحققت الوحدة الأولى للبلاد عام، هقول له عام 4242 قبل الميلاد. ولكن للأسف الوحدة دي مش هتستمر كتير، وهترجع مصر تاني تنقسم إلى مملكة الشمال ومملكة الجنوب. يبقى يعني الوحدة اللي اتحققت سنة 4242 قبل الميلاد ما كملتش، لا رجعت مصر للأسف وانقسمت تاني لمملكة الشمال ومملكة الجنوب. تعالوا نتعرف مع بعض على مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال اللي هي في الوجه البحري، مملكة الجنوب في الوجه الإبني. تعالوا نعرف أكتر عن مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال اتخذت مدينة بوتو عاصمة ليهم، مملكة الجنوب اتخذت مدينة نخبأ عاصمة ليهم. كل مدينة، كل مملكة بتبدأ تاخد مدينة يقعد فيها الحاكم ويحكم المملكة. طب يا ترى حاكم مملكة الشمال لبس تاج لونه أحمر، مملكة الجنوب حاكمها لبس تاج لونه أبيض. يبقى خلي بالي كده عشان هيجينا دلوقتي مقارنة بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب. طيب بنقول مملكة الشمال خدوا لهم شعار اللي هو نبات البردي، قلنا الشعار زي العلم كده، شعارهم كان عليه نبات البردي. مملكة الجنوب شعارهم كان زهرة اللوتس. احنا قلنا ان كل مملكة او كل اقليم ليه معبود بيعبدوه. مملكة الشمال عندي كانوا بيعبدوا ثعبان الكبرى، مملكة الجنوب عبدوا انثى النسر. نركز مع بعض تاني، يقول لي قارن بين مملكة الشمال اللي هي في الوجه البحري ومملكة الجنوب اللي في الوجه الابلي من حيث مثلا نقول لون التاج، الشمال احمر الجنوب ابيض. طب يجي يقول لي قارن ما بينهم مثلا من حيث المعبود، هقول له دول عبدوا مملكه الشمال ثعبان الكبرى، مملكه الجنوب عبدوا انثى النسر العاصمه. يجي يقول لي اكمل، تعتبر مدينه نقط عاصمه مملكه الشمال، هقول له مدينه برافو بوتو. تعتبر مدينه نقط عاصمه مملكه الجنوب، تمام هنقول مدينه نخب. فضلت مصر مقسمه الى مملكه الشمال ومملكه الجنوب. فضلت المملكتين دول في ما بينهم حروب كتيره لحد ما هيظهر لي شخصيه عظيمه وحاكم عظيم، وهو مينا او نارمر. هيظهر مينا عندي في مدينه طيبه اللي هي الاقصر حاليا. يبقى مينا هيظهر لي في الشمال ولا في الجنوب؟ هنقول مينا هيظهر في الجنوب، وده حاكم قوي. هنقول ان هو ظهر عندي في مدينه طيبه اللي هي الاقصر حاليا. مينا هيستطيع بجيش ان هو يطلع على مملكة الشمال وينتصر عليها ويوحد البلاد مرة تانية عام 3200 قبل الميلاد. بنقول الملك مينا هيوحد البلاد سنة 3200 قبل الميلاد. يجي لنا هنا سؤال ويقول لي ظهر الملك مينا في مدينة، هقول له في مدينة طيبة. بعد ما مينا وحد البلاد سنة 3200 قبل الميلاد، بدأ مينا يقول ان انا عايز ابني مدينة تكون عاصمة احكم منها مصر كلها. بدأ يبني عندي الملك مينا مدينة اسمها مدينة منف، وبدأ بقى الملك مينا يأسس اول اسرة عندي هتحكم مصر، وهي الاسرة الاولى. عايزين نعرف يعني ايه اصلا كلمة اسرة. اسرة يعني حاكم هيجي يحكم البلد من بعديه ابناء واسرته، فبنسميها الاسرة الحاكمة. مينا أسس لي أول أسرة هتحكم مصر، بما إن مصر خلاص اتحققت لها الوحدة. وهيبدأ من هنا عندي عصر اسمه العصر العتيق. يعني إيه عصر عتيق؟ يعني عصر هيشمل الأسرتين، الأولى اللي هيأسسها لنا مينا والأسرة التانية. مع بعض كده تاني، يقول لي ما المقصود بالعصر العتيق؟ العصر العتيق هو عصر يشمل الأسرتين الأولى والتانية. مين مؤسس الأسرة الأولى؟ برافو، هنقول الملك مينا. تعالوا مع بعض نعرف أكتر على العاصمة اللي هيبنها لي مينا. مينا خلاص وحد البلاد وتحققت وحدة مصر سنة 3200 قبل الميلاد. هيبدأ مينا يبني مدينة اسمها مدينة منف. هنسمي مدينة منف اسم تاني زي ما احنا ما شايفينها، الميناء الجميل أو قلعة الجدار الأبيض. يجي لنا هنا سؤال ويقول لي اتخذ الملك مينا مدينة نقط عاصمة للبلاد، هقول له برافو مدينة منف. أسس الأسرة الكام الملك مينا، هقول له أسس الأسرة الأولى اللي حكمت مصر. كده مينا حقق لي الوحدة التانية للبلاد. بدأ الملك مينا يسجل إنجازاته وانتصاراته على لوحة اسمها عندي لوحة نارمر. لوحة نارمر دي زي لوحة ذات وجهين، بدأ الملك مينا يرسم لي عليها إنجازاته وانتصاراته اللي هو حققها على مملكة الشمال والوحدة اللي عملها.
يبقى مين مؤسس الأسرة الأولى اللي هتحكم مصر؟ الملك مينا. سؤال مهم جدا ما ننساهوش، ما المقصود بالعصر العتيق؟ هقول هو عصر بيشمل الأسرتين الأولى والتانية. تعالوا مع بعض نعرف المصريين هيحبوا الملك مينا جدا وهيلقبوه بعدة ألقاب. أول حاجة هنسميه صاحب التاجين. ليه؟ لأن هو لما هيوحد البلاد هيلبس التاج الأحمر جواه زي ما احنا ما شايفين في الصورة التاج الأبيض. يبقى مين صاحب التاجين؟ هقول له الملك مينا. سميناه كمان أسامي أو ألقاب تانية، سميناه عندي ملك الأرضين. يعني إيه ملك الأرضين؟ يعني ملك الشمال وملك الجنوب، لأن هو اللي وحد البلد. كمان هنسميه ملك مصر العليا والسفلى، العليا الوجه البحري والسفلى الوجه الإبلي. كمان هنسميه ثعبان الشمال ونسر الجنوب. يعني ايه؟ مش احنا فاكرين ان مملكة الشمال كانت بتعبد ثعبان الكبرى ومملكة الجنوب كانت بتعبد انثى النسر؟ هو اللي وحد البلد ووحد المملكتين فسميناه ثعبان الشمال ونسر الجنوب. يجي لنا هنا سؤال ويقول لي دلل على صحة العبارة تلقب الملك مينا بعدة ألقاب. هقول له فعلا الدليل على كده ان انا سميته صاحب التاجين، ملك الارضين، ثعبان الشمال، نسر الجنوب، كمان ملك مصر العليا والسفلى. يجي لنا هنا سؤال يقول لي ماذا يحدث لو فشلت الوحدة التانية اللي حققها الملك مينا سنة 3200 قبل الميلاد؟ طب مينا ما كانش عمل الوحدة دي والوحدة دي فشلت. هقول له كانت فضلت مصر مقسمة لمملكة الشمال ومملكة الجنوب وفي حروب ما بينهم، ما كانش هيبدأ عندي عصر اسمه العصر العتيق، ما كانش مينا هيبني مدينة منف. بعد ما مينا حكم مصر وأسس الأسرة الأولى، جت بعدي الأسرة التانية وحكمت مصر وفضلت محافظة على وحدة واستقلال البلاد، وبكده هيبدأ بعد كده عندي عصر جديد هناخده مع بعض إن شاء الله الحصة الجاية، وهو عصر الدولة القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.